للعام الثاني على التوالي وبعد انقطاع، تتألق النشاطات الثقافية والفنية والترفيهية في ربوع صدد على أطراف البادية السورية، حيث انطلقت فعاليات مهرجان صدد العراق الثامن الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للسوريان الأرثوذكس وبصمة شباب صدد. تضمنت فعاليات اليوم الأول حفل الافتتاح وعزف لفرقة مار أفرام السرياني بصدد، وتقديم درع المهرجان لعدد من الضيوف، بالإضافة إلى مسير جال فيه المشاركون في شوارع البلدة، كما تم افتتاح معرض الصناعات والشركات السورية وحفل فني جماهيري في ساحة البلدة. والمبارك لأهل صدد هذا المهرجان العريق الذي يعبر عن أصالة وعراقة صدد وأهلها، هذه المدينة التي هي جزء من تاريخ سوريا، التاريخ الثقافي، تاريخ السلام، تاريخ المحبة. هذا المهرجان يقام ضمن الظروف التي تعيشها سوريا، بالرغم من الفكر الظلامي والتكفيري الذي حاول طمس حضارة وأرث وتاريخ هذه البلدة، إلا أن صمود أهلها بسواعد الجيش العربي السوري الذي سطر أسمى آيات النصر ضد هذا الفكر الذي جاء إلى هذه المدينة وجاء إلى سوريا من خارج الحدود حاملا معه فكرا ظلاميا وهابيا عثمانيا. احنا طبعا نشكر رعاية وزارة الثقافة واهتمامها بهذا المهرجان، وأيضا بالتعاون مع مطرانية السوريان الأرثوذكس. نحن اليوم نعيش الفرح الحقيقي في هذه البلدة بعد أن استعادت عافيتها، وبهمة بصمة شباب صدد وكافة الفعاليات فيها أرادوا أن يقيموا هذا المهرجان الثامن ليؤكدوا صمودهم، ليؤكدوا ثباتهم في هذه البلدة التي نعتز ونفتخر بها، ولا غرو في هذا الشعب الذي يحمل ثقافة وحضارة وفكر منفتح. هذا المهرجان يعيد الحراك الثقافي إلى هذه المنطقة، وهو دافع لدى مجموعات من الشباب حول مفهوم العمل المشترك والثقافي في مدينة حمص، وهو جزء من مشروع تقوم فيه وزارة الثقافة ومديرية ثقافة حمص بنشر أشكال الثقافة البصرية في أرجاء حمص. هي السنة الثانية على التوالي بعد انقطاع دام 5 سنين بسبب الأزمة السورية. كان في 6 نسخ سابقة تكون تحت رعاية وزارة الثقافة، وأحيانا تحت رعاية وزارة السياحة، وبالحالتين كمان كانت تدعمنا المحافظة. هي السنة البرنامج مختلف شوي عن السنوات السابقة، حاولنا يعني ندخل جميع الفئات العمرية بالشيء اللي بيطلبوه هن أو بيتمنوا أنه نحن نقدم لهم إياه. بعد انقطاع لمدة 5 أعوام هو عودة الحياة، عودة الثقافة للبلد، عودة بعد تعرضها لعدة هجمات إرهابية واحتلالها من قبل الإرهابيين طبعا، وتحريرها من قبل الجيش العربي السوري والتضحيات الكبيرة اللي قدمتها. نحن اليوم بوسط البادية السورية عم نقدم ثقافة وعم نقدم علم، عم نقدم كل شيء حلو ضمن ظروفنا، ضمن إمكانياتنا، ضمن الشيء اللي قدمته أهالي القرية من شهداء، من تضحيات. يستمر المهرجان لمدة 4 أيام، يتضمن خلالها ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وفنية وفعاليات صحية، بالإضافة إلى المسابقات. مهرجان صدد من أهم المهرجانات اللي أنا اشتغلته في سوريا. مهرجان صدد أنا بجي على صدد مشان أنقل التراث الحلبي والمواويل والأغاني الحلبية إلى هذا الشعب الزواق للأغنية الطربية، وشعب حمص من شعب الزواقين، وهذا المهرجانات من أهم المهرجان اللي أنا بشتغله في سوريا. من أهم المهرجانات اللي نحن شاركنا فيها السنة الماضية وهالسنة رح نشارك فيها إن شاء الله. راح إن شاء الله نقدم اليوم الموشحات والقدود الحلبية. السنة الماضية كانت كتير رائعة، والسنة نتمنى إن شاء الله السنة كمان تكون مثل السنة الماضية وأحلى إن شاء الله. نحن الحقيقة حبينا نعمل فن، نرسم بالورد، نلون بالزهر، حبينا نفرجي إنه سوريا لسه بخير، سوريا بتنجرح بس ما بتنكسر. المعرض بيكون بيحتوي على اكسسوارات دينية واكسسوارات عادية وألعاب وأيقونات دينية، إضافة لكتب متنوعة. تعود الحياة الثقافية والمهرجانات إلى محافظة حمص بعد سنين من المعاناة بسبب الحرب والإرهاب، ليؤكدوا من خلالها السوريون أنهم أهل الحضارة والثقافة.
صدد ويرفع